بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين نقول إن نهج البلاغة لمولانا أمير المؤمنين عليه السلام هو أهم كتاب بعد القرآن الحكيم في بيان سبل سعاده الدارين في رفع المستوى الفكري للبشريه في اعطاء الخطوط العريضه لاسعاد البشر في الدنيا وانجاحهم في الدنيا ولاسعادهم وانجاحهم في الاخره في المجال الفكري يرتقي البشر الى مستوى اعلى من هذا المستوى الذي هم فيه وكذلك في المجال العملي في المجال العقدي والالتزام القلبي يوضح امير المؤمنين للبشريه كيف يرتبط بالوجود المطلق وكيف يرتبط بالله عز وجل يوضح الابعاد الفكريه ويوضح الأبعاد العقدية كما وأنه يرسم خريطة متكاملة للسلوكيات الإنسان يرسم خريطة في الأحكام وفي الأخلاق وفي الاجتماعيات وفي السياسيات وفي الاقتصاديات هذا الكتاب هو أس المطالب العلمية والعملية ما يرتبط بالإيمان وما يرتبط بالعمل الصالح كما في القرآن الكريم أمهات الحقائق في مختلف الأبعاد توجد في نهج البلاغة وفي كلمات أمير المؤمنين ما يرتبط بالعمل الجوانحي وما يرتبط بالعمل الجوارحي هذا هذه كلها في ارشادات امير المؤمنين عليه افضل الصلاه وازكى السلام، فلذلك اصبح نهج البلاغه صنو القران في اسعاد البشريه ولا يوجد كلام بعد كتاب الله عز وجل ارقى من كلام امير المؤمنين سلام الله عليه المدون والمجموع في نهج البلاغه. طبعا امير المؤمنين والائمه المعصومين إمامهم إمام الأئمة سيد المرسلين صلى الله عليه واله وعلى ذريته أفضل الصلاة وأزكى السلام هؤلاء هم القمة هؤلاء كلهم نور واحد هؤلاء كلهم أتوا لهداية البشرية ولكن الكلام في بحثنا حول نهج البلاغة من الصعب جدا فهم كلمات المعصومين سلام الله عليهم والغور في معاني تلك الكلمات وحقائقها لاستخراج كنوزها ودررها ونفائسها للمتمرس الخبير لمن بذل وقته وصرف عمره في فهم كلمات المعصومين فكيف بغيره نتارة يعني رواية واحدة الشيخ جعفر كاشف الغطاء هذا الرجل العظيم في الفقه له كتاب كشف الغطاء في ذلك الكتاب يذكر روايه صغيره وفيها اكثر من ثلاثين احتمالا في معنى هذه الروايه روايه نيه المؤمن خير من عمله هذه الروايه الصغيره في الفاظها ولكن لها بطون ومعاني ومحتملات ثلاثين او اكثر من ثلاثين احتمال في مقصود الإمام عليه السلام من هذه الكلمات في كتاب كشف الغطاء يذكر هذه الرواية كاشف الغطاء رضوان الله عليه الشيخ جعفر بعض الأحيان رواية واحدة يستخرج منها الفقهاء والأصوليون عشرات القواعد وعشرات الفروع الفقهية وعشرات الأحكام ويؤلف حول روايه مجلدات متعدده لماذا؟ لان كلام المعصومين سلام الله عليهم كالقران الكريم حمال ذو وجوه محتملات متعدده صحيح ان المعصومين تكلموا مع الخلق وتكلموا مع من كان حولهم ولكن هذه الكلمات فيها من العمق والواقع ما لا ينال بعضه الا الخبير المتمرس والجاد في فهم كلمات المعصومين، الذي نور الله قلبه بنور الهدايه، موصف انه يدرس، يدرس ويرتبط، يتعلم علوم اهل البيت، ويكون عمليا مرتبطا باهل البيت عليهم افضل الصلاه وازكى السلام، ليصل الى تلك المستوى التي تمكنه ان يفهم جزءا ان يستوعب شطرا من كلمات المعصومين عليهم افضل الصلاه وازكى السلام لذلك ورد بالنسبه الى القران الكريم انه لا يفهم القران الا من خوطب به ولا يفهم عمق كلمات المعصومين عليهم افضل الصلاه وازكى السلام الا المعصومون انفسهم عمق كلمات الرسول هذه لا يفهمها إلا أمير المؤمنين وأبناؤه عليهم أفضل الصلاة والسلام السلام وكذلك عمق روايات أمير المؤمنين وكلمات أمير المؤمنين في نهج البلاغة وفي غير هذا الكتاب الشريف لا يكون ولا يرتقي إلى مستوى فهمه إلا المعصومين سلام الله عليهم أجمعين لذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه ما عرفني الا الله وانت يا علي وما عرف الله الا انا وانت وما عرفك الا الله وانا شوفوا هذا مستوى غريب فاذا لا يعرف لا يعرف كنه الانسان الظواهر تدل على المخابر يعني ما يصدر من امير المؤمنين هذا يعود الى ذلك المعدن الخاص الالهي، فاذا واحد ما يعرف المعدن ما يقدر يستوعب جميع مفاهيم ما يصدر عن هذا المعدن من كلمات من اقوال من اعمال وافعال الا المعصومين، ولكن حسب المستوى القاصر لفهم غير المعصومين اتوا وشرحوا نهج البلاغه والفوا حول نهج البلاغه ووضحوا بعض معاني نهج البلاغه لمولانا امير المؤمنين عليه افضل الصلاه وازكى السلام فمن لا يعرف كنه ذات امير المؤمنين كيف يستوعب اقواله؟ كيف يستوعب افعاله؟ الا بمقدار قليل في الميدان العملي امير المؤمنين سلام الله عليه بعد ان يوصي بمجموعة من الوصايا ويقول ويصف عن نفسه ما يفعل يقول ولكنكم لا تقدرون على ذلك ولكن اعينونني بورع واجتهاد وعفة وسداد يعني لا يمكن ان ترتقوا الى علي سلام الله عليه في ميدان العمل ما يرتبط بالجوارح فكيف يمكن ان يرتق الانسان الى علي سلام الله عليه في ميدان المعرفة وفي ميدان الجوانح هذا مستحيل لا يمكن ذلك السعة الوجودية لأهل البيت سلام الله عليهم تختلف عن السعة الوجودية لغيرهم فهل يمكن أن يحيط الكأس بالبحر؟ كلا وإنما يرتشف مقدارا بمقدار ظرفه الوجودي يستفيد كل إنسان يجلس على مائدة أمير المؤمنين سلام الله عليه هذه المائدة السماوية التي فيها الخير والبركة للبشرية لو جلست على تلك المائدة وأخذت من عذب ماء أمير المؤمنين سلام الله عليه لارتقت البشر ولكن المأساة أين؟ المأساة في الانفصال بيننا وبين أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة وأسك السلام هذه المائدة وضعت امامنا ليتزود كل منها حسب استعداده وسعه وجوده، هذه المائده يعيد للخلق، بعثها الله عز وجل في هذه المدونه نهج البلاغه لنستفيد منها ولنسود في الدنيا قبل الاخره، ولكن تخلف المسلمين عن القران الكريم، عن نهج البلاغه عن مواعظ المعصومين سلام الله عليهم اجمعين، هو الذي سبب هذا البعد الهائل وهذا الانحطاط الكبير والسقوط الذريع، ليصبح المسلمون بعضهم يقاتل البعض الاخر ومع الاسف لاننا انفصلنا عن منهج السماء. في تقرير قبل فتره انه الدول الاسلاميه اللي هي 57 دولة في العالم. هذه الدول الاسلامية هل هي تلتزم بقوانين الاسلام؟ أم أن من يلتزم بقوانين الاسلام يعني بروح هذه القوانين هي دول غير اسلامية. فجعلوا ضوابط عن القانون الاسلامي. وكان الاعتماد أكثر على الجانب الاقتصادي، أنه أي الدول في العالم تعمل أكثر بروح الشريعة الاسلامية؟ فوجدوا دولة غربية في اوروبا ايرلندا هي اكثر الدول التي تعمل بالقوانين الاسلامية بدون ان تصرح انه هذا قانون ولكن عملها وقوانينها تقترب من القوانين ومن روح الشريعة الاسلامية وبعدها دول اخرى اول دولة اسلامية هي في الترتيب رقمها 37 37 دولة من جنوب شرق اسيا وثاني دولة إسلامية رقمها 72 دولة في منطقتنا انظروا أول دولة اللي تعمل بالروح وبالشريعة الإسلامية دولة غربية ثاني دولة غربية السادس والثلاثين هذه دولة غير إسلامية أما الدول التي ترفع شعار الإسلام فهي تأتي بعد ذلك هذا الانفصال بين النظريات والتطبيق بين العقل العملي والعقل النظري هذا الانفصال سببه هذه المتاهه وهذا الانحراف عن جاده الحق هو الذي سبب ضياع المسلمين وضياع الحضاره الاسلاميه ولولا هذا الابتعاد وحصول البون الشاسع بين المسلمين وبين المفاهيم الاسلاميه لولا هذا الابتعاد لراينا ان الاسلام يسود العالم في جميع بقاع الارض ولكن هذا هو الواقع المزري والمؤلم للمؤمنين وللمسلمين في مختلف في مختلف بقاع الارض وفي دولهم الاسلاميه مع الاسف هذا بالنسبة إلى موضوع تمهيدي، أما قبل أن ندخل في الخطبة ونشرح خطب أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، لابد من التطرق إلى أمرين، قبل الغور في نهج البلاغة، وقبل الغوص في هذا البحر المواج، لابد من ذكر أمرين. الأمر الأول في اعتبار نهج البلاغة وفي أن هذا الكتاب هل هو كتاب معتبر من الناحية العلمية؟ وهل هو كتاب أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام؟ جمع هذا الكتاب الشريف الرضي من كلمات أمير المؤمنين خطب، مواعظ، حكم، رسائل هل هذه النسبة لأمير المؤمنين نسبة تامة؟ هذا المحور الأول من الكلام والمحور الثاني من الكلام أنه لا بد أن نبين من نهج البلاغة بعد أن نثبت اعتبار هذا الكتاب من الناحية العلمية لا بد أن نبين جوانب عابرة وسريعة من عظمة أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام في الناحية المعرفية في الناحية العملية حكمة امير المؤمنين سلام الله عليه. قرآن حكيم، رسول حكيم، الامام امير حكيم، هذه الحكمة في ميدان المعرفة وفي ميدان العمل فيما يرتبط بالجوانح وما يرتبط بالجوارح، لابد من الالمام بصورة مختصرة إلى تفوق هذا الكتاب في هذه الأبعاد في بعد في البعد العقدي بما يرتبط بالله وبالوجود وبصفات الله الجماليه والجلاليه بما يرتبط بالمبدا والمعاد هذا البعد النظري هذا البعد الذي يرتبط بصميم العقيده وبأصل العقيده ولا بد ايضا من الاشاره الى البعد الثاني النظري ايضا الذي يرتبط بسلوكيات البشر من حيث القواعد وكذلك لا بد من, ال... من ذكر البعد الذي يرتبط بالجوانح وبالعقائد العمل الجانحي العمل اللي يرتبط بالقلب وكذلك لا بد من ذكر السلوكيات الخارجيه اي ما ترتبط بالجوارح امير المؤمنين سلام الله عليه في مهج البلاغه سلام الل... في في هذا الكتاب القيم يذكر سلام الله عليه أمور حقيقة كما ذكرت أمهات القواعد وأصول التوفيق المام سريع حتى يظهر عظمة أمير المؤمنين قبل أن نخوض في خطبه وفي رسائله وفي حكمه كلماته القصار أما المحور الأول الكلام في اعتبار نهج البلاغة وحجية الخطب والرسائل والحكم والمواعظ هذا فوق التشكيك والإشكال. هذا واضح كوضوح الشمس في رابعة النهار، الأمر بين، إلا أن البعض لقسوة قلوبهم، للمرض الكامن في قلوبهم، الذين لهم أعين لا يبصرون بها. اذان لا يسمعون بها قلوب لا يفقهون بها الذين هم كالانعام بل هم اضل هؤلاء ارادوا التشكيك في نهج البلاغه وصرحوا بوجود الاشكالات في هذا الكتاب اشكالات واهيه باطله مثل الاعشى من لا يبصر في النهار من يعميه قوه الاناره وتعميه قوة الضوء. هذا كلما ازداد النهار ضوءا ازداد عمًا. في الآية المباركة بالنسبة للقاسية قلوبهم والقاسية قلوبهم من ذكر الله هذه من نشوية. يعني هؤلاء من ذكر الله تقسو قلوبهم. يعني منشأ قسوة القلب هو ذكر الله لماذا؟ لأنهم يستمعون الذكر فيخالفونه فتقسو قلوبهم أكثر وأكثر العشاء ما يقدر يبصر في النهار فكلما زاد الضوء المفروض الطريق يتوضح أكثر ولكنه عنده يخفى الطريق أكثر لأن هذا ابتعد عن جادة الحق هذا في قلوبه مرض طبع الله على قلبه وطبع الله على سمعه وطبع الله على بصره. هؤلاء مجموعه وخصوصا من المخالفين الذين ارادوا ان ينكروا نهج البلاغه لماذا؟ حتى لا يكون السند وكتاب لاثبات منهجيه اهل البيت وانهم هم الحق وافضليه امير المؤمنين منهج اهل البيت، مذهب اهل البيت. الشيعة هم على حق لنهج البلاغة فنشكك في هذا الكتاب والتشكيك من ابليس عليه دعاؤنا الله الى يوم يبعثون فارادوا التشكيك في هذا الكتاب هؤلاء المرضى في قلوبهم ارادوا انكار فضل امير المؤمنين حتى لا يقدم علي على الخلفاء الغاصبين ارادوا طمس آثار أهل البيت ومن أهم آثار أهل البيت هذا الكتاب والخطب والحكم والمواعظ التي جمعها الشريف الرضي رضوان الله عليه في هذا الكتاب لأمير المؤمنين سلام الله عليه أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين هؤلاء هم قمة في كل شيء كما هو واضح فمن يرتبط بأهل البيت ويجهل أهل البيت هو الذي يخسر أكثر فأكثر تارة يرتبط بالإمام شخص فيهتدي كوهب النصراني مثلا كغيره وتارة شخص يكون ملازما للإمام سلام الله عليه من الصغر وإلى الكبر ولكنه يبتعد أكثر فأكثر زاد يزيدهم الله ضلالاً بسبب سوء تدبيرهم واغترارهم بالدنيا وما فيها. فالسؤال في المحور الاول نهج البلاغه هل هو كتاب معتبر؟ هل يمكن الاستناد الى هذا الكتاب؟ هل هذا الكتاب كتاب امير المؤمنين سلام الله عليه؟ يعني مجموع من كلمات امير المؤمنين في هذا الكتاب؟ نقول على محاور متعدده الكلام يقع. المحور الاول هذا الكتاب نهج البلاغه. نريد ان نرى اعتباره. نقول القضايا على قسمين بعض القضايا قياساتها معها وبعض القضايا ليست قياساتها معها. القضايا التي قياساتها معها يعني قضايا لا تحتاج إلى إثبات لا تحتاج إلى أمر خارج عن نفسها لماذا؟ لأن القانون لأن الضوابط لأن البراهين والأدلة القطعية قام على قامت على هذا الأمر يعني شوفوا كلام أنا آتي هنا وأقول الآن نهار هل يحتاج إلى إثبات وأنت تعلم بذلك وأنت ترى ضوء النهار وأنت ترى الشمس في رابعة النهار؟ لا هذا ما يحتاج إلى إثبات نقل شخص لك عني بأنني أقول هذه هذه الساعة من النهار وليست من الليل، هل تحتاج إلى أن ترى هذا الوسيط الناقل لك هل هو صادق في النقل أم لا؟ هل سمع عني ذلك أم لا كلا لماذا لأن هذه القضية قياساتها معها يعني قضية ضرورية وجدانية أن ترى الشمس انتهت أو هذه قضية قام عليها البرهان العقلي إذا الشيء هو قام عليه البرهان العقلي يعني لو وصلنا خبر من الإمام سلام الله عليه بأن جمع بين النقيضين محال، هل نأتي وندقق في سند هذا الخبر؟ أنه هذا الراوي عن الإمام، هل هو ثقة، هل هو معتبر في كلامه؟ أم أن القضية قياساتها معها؟ هذه قضية وجدانية، هذه قضية قام العقل بامتناع اجتماع النقيضين. قام العقل القطعي باستحالة التسلسل. قام البرهان الثابت على استحالة الدور. فإذن لو وصلك خبر باستحالة, باستحالة الدور لا ترى الوسيطة هل هو صادق في النقل أم لا؟ فبعض القضايا قياساتها معها لا تحتاج إلى إثبات ولا تحتاج إلى امعان النظر في الوسائط والطرق وانما هي ثابته ولكن بعض القضايا الاخرى تحتاج في مقام الاثبات الى النظر والى رؤيه الطريق ان هذا المخبر الذي اتى بالخبر هل هو صادق ام لا فنقول اما نهج البلاغه فاكثر ما في نهج البلاغه من قبيل القضايا التي قياساتها معها لا تحتاج الى معرفه السند لا تحتاج الى برهان يعني كلام امير المؤمنين هذا واضح وقام الدليل القطعي عليه سواء نقل امير المؤمنين او ذكر امير المؤمنين هذا الكلام او لم يذكر فهذا كلام ثابت قطعي اكثر نهج البلاغه من هذا البيدان ومن هذا الباب كيف عندما يتكلم امير المؤمنين عن التوحيد وعن صفات الله عز وجل الجلاليه والجماليه يتكلم عن المبدأ والمعاد يتكلم عن الحساب والجزاء هذه كلها امور قام البرهان العقلي على ذلك عندما يتكلم أمير المؤمنين عن ضرورة الإنقياد لله عز وجل والطاعة لله عز وجل هذا أمر قام العقل وقامت الفطرة على ذلك بأن العبد يجب أن يمتثل أوامر مولاه وينزجر عن نواهيه عن نواهي المولى هذا أمر واضح لاحظوا كلمات أمير المؤمنين في التوحيد في صفات الله عز وجل، في المبدأ والمعاد، في القضايا الأخرى الأخلاقيات، في الاجتماعيات، في السياسيات، في إدارة الدولة، في إدارة العبادة والبلاد، في مصالح العباد، هذه كلها قضايا تسعة أعشار نهج البلاغة من هذا القبيل. قضايا ترتبط بحياه البشر وقام الدليل القطعي وقام بناء العقلاء على ماذا على صحه ما يذكره امير المؤمنين وما يرتبط بمجال المعرفه والحكمه النظريه فهذه كلها قد قام الدليل والبرهان على ذلك فلا يمكن ان ينفي الانسان ويقول هذا الذي نقل نهج البلاغه الشريف الرضي ما هو مصدره وما هو السند المتصل بين الشريف الذي كان في القرن الرابع وبين امير المؤمنين اللي كان في القرن الاول 300 سنه فاصل بين امير المؤمنين والشريف الرضي فمن اين وصل؟ لا يحتاج الامر الى ذلك اصلا وانما هذه امور كثير منها بديهيه كثير منها قام البرهان العقلي الدقي القطعي على ذلك كثير منها وصل بناء العقلاء اليه يعني عندما يتكلم امير المؤمنين عن التواضع كسمه بارزه من سلوكيات الانسان، عندما يتكلم امير المؤمنين عن الحياه السعيده الزوجيه في البيت، عندما يتكلم امير المؤمنين في طريقه معامله الحاكم مع شعبه مثلا في رسالته الى مالك الاشجار، عندما يتكلم امير المؤمنين عن عمران البلاد وعمران العباد هذه امور لا يشك فيها عاقل. فإذا هذه قضايا لا تحتاج إلى إثبات. النوع الثاني القضايا التي تحتاج إلى إثبات، اللي هي قد تكون عشر نهج البلاغة مو أكثر. عشر نهج البلاغة وهي الأحكام الفرعية الفقهية التعبدية. يعني هناك بعض الأحكام الفرعية، بعض الأحكام التعبدية، هذه صحيح تحتاج الى اثبات، يعني نحتاج في مقام ان امير المؤمنين سلام الله عليه مساله شرعيه فرعيه يذكرها نحتاج في مقام الاستدلال والاحتجاج والتنجيز والاعذار في مقام العمل بهذا الخبر ان نعلم ان هذا الخبر صادر عن امير المؤمنين، لو صدر الخبر عن امير المؤمنين فإن قول الإمام وفعل الإمام وتقرير الإمام حجة، هذا يحتاج إلى إثبات. فهل يمكن إثباته أن تلك الأحكام اللي هي قد تكون عشر نهج البلاغة؟ هل يمكن إثبات هذا؟ أم كما شكك البعض أن يقال بأن هذه أسناد غير متصلة إلى أمير المؤمنين فلا يمكن الاعتماد على هذه الأمور ب. أقواله الشريف الرضي حيث نقل تلك الروايات وتلك الخطب والأحكام عن أمير المؤمنين سلام الله عليه مرسلا هذا ما نتكلم عليه عنه إن شاء الله في الحلقة المقبلة أسأل الله عز وجل أن يفتح قلوبنا ويشرح صدورنا لفهم كلمات مولى الموحدين أمير المؤمنين إنه خير سميع ومجيب وصلى الله على محمد وآله الطاهرين